يا خالتي. اي لا الله يسلمك. السلام عليكم. ومعكم ابراهيم النادي شوي تاع فلسي. لي عنده ياكل لي ما عندوش ياكل. انا معكم بكم هنا. ومحطيني من طريق داري داري. شوفوا حالتي كيف راهي تصير. شوفوا اسيد نوالي اسيد الهير اسيد الشفارة شوفني كيف راني عايش معها. هاني برا ها. كيفك مصربية؟ كيفك مصربية مش مواطن والله كيف راك؟ أنا مواطن جزائري علي يعني هذا. ماني مسجل مني تراني مسجل حتى حاجة للبلاد هذي. خدمة بربو بين ما طلعتنيش نام. شوف كان راني عايش شوف. شوف ضعيفي كان راني عايش شوف. يجيك مرض يا خويا. أهم على بالي راس الله. أنا ريستورا. أنا بنيت فورمالي. بني بنيت تقديم فورمالي. سي سي حان. هاي بوك راسي هنا هاي قطعنا. هاي قطعنا. ها. هاي. تبتنا عندي هاي كارة قطر شاف شو كارة قطر يا شيخ ما ديري ديروا لي حل شوفوا لي حاجة ماني طالب والو ماني طالب والو ماني طالب لا ساكن ما تعطيش سكن اجتماعي يعطيني ترميم في داري هذا مكان بناء ريفي في داري يهديك مربي يا سيدي إن شاء الله أني 50 سنة ما ديتش بلاصة في البلدية تاع عين الليلة هذي منهم من يهزوك كاين غير عين الليلة هذي حقرني نقمتي نايلية أني مواطن جزائري يا صاحبي أنا في وقت العصر يعني عصر السجارة أنا حالبنا أنا جبل الإرهاب أني مواطنة ربا